ايه ده؟ في زول جاب لك الظرف ده من شويه كده. ليه انا؟ اي وقال ما يدوا لاي زول غيرك انت. طب يلا روحي. سامح ده غير كمان ان الشاشات مش شغاله والباسورد برضو مش شغال. تمام سمر. طيب سمر. هكلمك تاني. حاضر. معلش بس في رقم غريب بيكلمني، ممكن تردي وتعرفي مين؟ الو، ممكن اكلم خالد؟ اقول له مين يا فندم؟ يارا. يارا؟ عادي عادي. اوكي شكرا، معلش ممكن تستنيني في مكتبك؟ اوكي. اقفلي الباب وراكي. الو؟ انا قلت ان انت هتقطعي معايا بعد اللي حصل. طمنيني عليكي. عامله ايه دلوقتي؟ عامله ايه وبتاع ايه؟ خالد احنا في مصيبه، مصيبه كبيره قوي قوي قوي، وانا مش عارفه اتصرف ازاي. خالد احنا اتصورنا. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ صور ايه معلش؟ هو انت بتكلمي بجد ولا بتهزري وعايزه توقعي قلبي؟ وقلبك ايه وانا فاضيه لك؟ بقول لك اتصورنا، اتصورنا وصور قدامي اهي. ما اعرفش مين بعتها لي على البيت، وما اعرفش جاب عنواني منين. يا نهار اسود، ازاي صور؟ وليه؟ وعايز مننا ايه؟ وبعدين احنا كنا في حته مقطوعه الدنيا كحل، ما كانش حد حوالينا. طب هو وصل لك ازاي؟ عارف عنوانك منين؟ ما اعرفش. ما تقعدش تسالني اسئله انا ما اعرفش اجابتها. مش عارفه اعمل ايه دلوقتي، انا خايفه خالد، خايفه قوي ومرعوبه. طب خالد الباب يخبط، يوسف شكله جه، ما تكلمنيش تاني خالص، انا لا ارجع اكلمك. يا يارا استني. طب ما تكلمنيش، انا هكلمها. استني. روحي افتحي الباب.